عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرولت أن دول مجموعة السبع متفقة على أن بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا التي تشهد نزاعا منذ عام 2011، مؤكدا أهمية تفعيل وقف إطلاق النار في سوريا الذي يشرف عليه المجتمع الدولي كخطوة أولى. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض تشون سبايسر أكد استخدام الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لتغيير النظام في سوريا، فيما أعلنت موسكو أنها سترد بشكل فوري في حال استهداف مواقعها العسكرية في سوريا. أستاذة فتحية، دلوقتي في إجماع شبه إجماع دولي على ضرورة رحيل الأسد، ده ممكن يأثر على روسيا ويضغط عليها عشان تتراجع في دعمها لبشار الأسد؟ أعتقد من الصعب أن احنا نحكم دلوقتي على موقف روسيا خصوصاً ونقول أنها تتراجع عن دعمها لبشار الأسد، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين النهاردة اللي قال فيها أنه الموضوع الكيماوي، ضرب الأسد للكيماوي في خان شيخون ده موضوع مختلق، وأنه المعارضة هي اللي عندها الكيماوي لأنه تم التخلص من أسلحة بشار الأسد الكيماوية من 2013 ل 2016، وطلب فيها بتحقيق دولي في هذا الحادث. اللي أنا شايفاه دلوقتي إن إحنا مقبلين على سيناريو شبيه باللي حصل في العراق قبل كده، إنه أمريكا في العراق وقتها قالت إنه في أسلحة نووية وتم الدخول إلى العراق وضرب النظام العراقي في ذلك الوقت بحجة وجود أسلحة نووية، تبين بعد ذلك أنه لا توجد أسلحة نووية. نحن نكرر نفس السيناريو اليوم بالحديث عن الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام بشار الأسد، رغم كل الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه، لكن المتضرر الأول والأخير مما يحدث الآن هو الشعب السوري. هناك اتفاق شبه دولي الآن على إنهاء حكم بشار الأسد مقابل معارضة سورية. سنرى إلى أين سينتهي هذا الجدل، وهل سينتهي بتكرار مأساة العراق مرة أخرى. في النهاية الشعب السوري هو المتضرر الأول والأخير في هذه الأزمة. نعم.